بعد 4 حملات وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وزارة الصحة الموريتانية تقول إن أكثر من 1 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وفق ما جاء في بيان صادر عنها. وقالت الوزارة في ذات البيان أن نسبة التلقيح بلغت 38% من مجموع المستهدفين به، مضيفة أن ما يزيد على 654,000 شخص اكتمل تطعيمهم ضد الفيروس منذ بداية حملة التلقيح، أي ما يمثل نسبة 24% من المواطنين. وفي ذات السياق قال المدير العام للصحة بالنيابة محمد أحمد علي محمود إنه بعد 6 أسابيع سيبلغ عدد مكتمل التطعيم حاجز 1 مليون. وفيما يتعلق بالأضرار الجانبية للتلقيح، قال العلي محمود إن ثلث المواطنين تلقوا التلقيح دون أن يخلف أي أضرار جانبية، مما يعني أنه آمن. وقد طلب العلي محمود الجهات الصحية ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الهدف المنشود. وتسعى السلطات الصحية الموريتانية إلى تطعيم أكثر من 2.5 مليون شخص، أي نسبة 65% من السكان، من أجل ضمان مناعة جماعية ضد فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. وسبق أن أطلقت الحكومة الموريتانية عدة حملات وطنية للتلقيح تستهدف المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية، لتشمل بعد ذلك العاملين في الإدارات. وكان آخر هذه الحملات حملة وطنية مكثفة في جميع أنحاء البلاد تهدف لتطعيم 500,000 شخص ضد الفيروس ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة. واستخدمت السلطات الصحية خلال الحملات الوطنية الأربع للتلقيح 4 لقاحات حصلت عليها من دول مختلفة.